لين كنت ابي اقول لك لين اللي دعم بدر الله يرحمه هو يوسف ما كنت اقدر اخش عندك. انت شنو قلتي؟ يوسف هو اللي دعم بدر. انت شنو قلتي؟ سامحيني انا ولي سامحك. تدرين هذا منو ذبحه؟ تدرين هذا منو؟ أنا طلعي برا. أنتِ الحين لازم تنسين إن عندك أخت وصديقة اسمها لين. لما كنت أقول لك إن هذا شخص تافه وهذا شخص ما يستحقك، لا انتوا الاثنين تستحقون بعض لان الطيور على اشكالها تقع. شلون تبيني اجاب لك واحط عيني بعينك؟ ويجي تذكرني بهذاك التافه. لينا طلعي برا، طلعي برا، طلعي برا، طلعي برا. خليني اتعوذ من ابليس طلعي برا. عمي أنا كنت أبي أقول لك، كنت أبي أقول لك إن الشخص اللي دعم ريل، دعم ريل لين بدر هو نفسه يوسف اللي أنا كنت راح أتزوجه. عمي أنا رحت قلت حق لين بس ما رضت تسمعني، حملتني انا الذنب يا عمي. انت ايش قاعد تقولين يا يبا؟ انا ترى لين الحين مو مستوعب الكلام اللي قلتيه يبا. ممكن لو سمحتي اهدي وفهميني ايش اللي صار بالضبط. عمي انا مالي ذنب، انا رحت قلت حق لين بس ما اعطتني فرصه ان انا اتكلم، ما اعطتني فرصه وحملتني الذنب وطردتني.